الاند ريكروتمنت كلمه تقيله ودمها تقيل، وكل ما بتتقال في العمر كذا الواحد بيحس ان هو طيب طيب هعمل له ريكروتمنت حاضر. تمام، الكلمه دي بنسمعها كتير، حاضر. هو العيب مش في الريكروتمنت يا دكتور احمد، هو العيب ان العيان غالبا بيبقى مش حلو اللي بيتقال عليه كده. بالظبط كده، هو غالبا يعني غالبا اول ما نسمع الكلمه دي احنا عارفين ان احنا رايحين في حته مش تمام. الفكره كلها هي بدات امتى؟ هي بدات سنه 2000 ظهرت هذه البيبر، وهي تعتبر بيبر يعني ثوريه، اللي هي بتاعه ان يا جماعه ان في حاجه اسمها بروتكتيف لاند ستراتيجي. لو سمحتوا يا جماعه اعملوا لو سمحتوا ما تحطوش العيانين الاي ار دي اس السيفير، طبعا هي في الادلت مش في البيدياتريك، طبعا دائما وابدا البي كيو متاخره شويه عن الاي سي، او عامه البيدياتريكس متاخرين شويه عن الادلت. تمام، والله يا احمد مظلوم، مظلومه في الموضوع. والله الفكره كلها ان دي في الادلت، ان فكره اول مره ايه ده احنا ممكن نستخدم لور تايدل فوليوم للعيانين اللي عندهم سيفير اي ار دي اس. بعد شويه هنشيل كلمه ايه تبقى سيفير ار دي اس نيونيتال ار دي اس. يس تمام، احنا المفروض نحط لو تايدل فوليوم وهاي بي. وانا اول مره اسمع القصه الحكايه دي كانت عندنا فابوليش، كانت محاضره في الدور السادس ما انتهاش من مدرس مساعد زميلنا وكان السينيور بتاعي ده، وانا تخيلت انه مجنون. يعني ايه يعني العيان يبقى هايبوكسيك وانا اقلل التايدل فوليوم؟ يعني ايه يعني ما احطش بي اي بي 40 وبي 5؟ مش فاهم. تمام، ايه ازاي يعني؟ طب ما هيموت. تمام، طيب هو الفكره كلها ان ظهرت التيرمز دي، حاجه اسمها سيف لانج فنتيليشن لانج بروتكتيف استراتيجي او اوبن لانج كونسبت، من غير دخول في تفاصيل. الفكره كلها ان احنا عاوزين شويه كونسبتس هنفكر هنعملها في دماغنا ونفكر فيها كويس عشان خاطر نعدي العيان اللي عنده ريستريكتيف لانج ديزيز، وتش از حوالي 90% من الاطفال اللي حاطينها على الساعه على الفنتريتور. ريستريكتيف لانج ديزيز ده من اول النمونيا، من اول الطفل اللي عنده نيونيتال ار دي اس، الطفل اللي عنده ايفن بايلاترال افيوجن، كل دول اسمهم عندهم ريستريكتيف مش اوبستراكتيف، يعني مش العيان اللي هو الازمه. تمام، ان شاء الله ما نحطوش على الفنتريتور. المهم ده العيان ده لو سمحتوا عايزين قدر الامكان نمشي على الخطوات دي. ايه الخطوات دي؟ لو سمحت ما تدخلوش في فوليو تروما، يعني لو سمحت التايدل فوليوم بتاعك يبقى من 5 ل 8. لو سمحتوا ابدا يعني على الارض، لو سمحت ابدا مثلا ب 8 وحاول تنزل ل 6، وده دايما احنا بنوقف تقريبا عند هنا. لو تقدر تنزل عن كده يبقى يعني كويس قوي، بس صعب بصراحه. افويد اتليت تروما، طب انا لو نزلت لو نزلت الكلام ده طب هيحصل كولابس. هنيجي للنقطه الثانيه، ما انت ما تحطش بيب صغير، البيب لازم تحط بيب محترم. بيب محترم طبعا احنا كنا كالعاده اول ما انا اتعلمت طبعا، واكيد في القدام شويه عارفين ضروري فور، عارفين يا فندم ضروري فور في الفنتريشن. السينيور بتاعي علمني ازاي، بص يا ابني المكنه دي تشتغل ازاي، حط ريت 40 ده نيونيت، ها ريت 40 14 على 4 اف اي 40% انسبايد تايم بوينت 4، ان شاء الله تبقى كويس. تمام، طبعا دي كارثه، اللي هو قالهولي ده كارثه كامله. تمام، طبعا مش حاجه اسمها كده، طبعا الاربعه دي كارثه. النيونيتس دلوقتي بما ان النيونيتس بيتكلموا في 6 و8 والارقام دي، واحنا عندنا مفترقين شويه وهنقول ارقام دلوقتي من 60. تمام، فيو هاف تو اوبتمايز البيب، يو هاف تو بوت ا كونسيدرابل بيب. ليه؟ لان ببساطه الكومبلاينس سيئه، الرئه البالونه مقفوله خالص نتيجه الريستريكتيف لانج ديزيز اللي احنا قلناها، ولكن نمونيا ولكن اي ار دي اس ولكن اي حاجه. فاحنا بنتكلم البانيك جايد لاينز سجست مينتيننج اليفيتد ليفل اوف بيب من 10 ل 15. انا بتكلم طبعا مش اي عيان، ما يجيش عيان تروما وكان عنده اصلا هيد تروما وما عندوش اي حاجه واللنج فري واروح حاطط على بيب بخام 10 15 ريستريكتيف لانج ديزيز. اصل هو ما انا فاهم بقى، ما انا بنعرف بيحصل بعد المحاضره. نتفرج على الفيديو ده ببساطه، ده الزيرو بيب. حتى بدي بعد ما بدي البريشر بيبقى في عندي لسه حتت كولابسد. طب تعالوا كده لما نوصل من الفخه للاخر، شوف بحتاج بريشر عالي جدا عشان اعرف الفخه معقول. بصوا بقى لما بنزلش بالصفر مش محتاج بريشر بسيط قوي، ما انزلش بالصفر بص محتاج بريشر بسيط قوي. ده لطيف جدا. طب ما دي الفكره، هي دي فكره يا جماعه، هي دي فكره الريكروتمنت ومن خلفها الهاي فريكونسي. هي دي نفس الفكره، ان انا ما انزلش بالصفر، احط بيب محترم. نقطه. تمام، فبالتالي طبعا اكيد حضراتكم اي حد حضر اي محاضره فنتريتور لازم يشوف الصوره دي. تمام، لو سمحتوا يا جماعه حطوا ابتدى احطوا الاوبتيمال بيب ابوف ذا لوور انفليكشن بوينت، وات ايفر فين. انا قصدي لازم العيان يبقى الى حد ما مش كولابس. تمام، مش اللنج مش كولابس. تمام،
خلي بقى لكن انت ماكسيمم بي اي بالنسبه لك او ماكسيمم بي بلاتو عشان خاطر نكتب نقول زي ما الكتاب بيقول ماكسيمم بي بلاتو 28 بعض البيبرز قايله 30 32 طيب اوكي 28 بي بلاتو طبعا طبعا ده ما بيحصلش على الارض وطبعا احنا بنشوف كلنا في الرعايه بتاعتنا كلنا البي اي بي ال 40 وال 42 و 45 اعمل ايه يعني من العين بيموت تمام طبعا هو بيموت بقى هو انت في الاخر بطل تمام دايما انا بقول ساعتها ليه هيمو دايناميك طبعا افكت ليه هيمو دايناميك افكت بس انا هسال حضرتك سؤال دايما لما باجي هنا بقول حاجه مهمه جدا كلنا بنشوف في رعايتنا الكليبسيلا ام دي ار والاسينين تو باكت وكل ومالتي دراج ريزيستنت وريزيستنت للميرونام والكوليستين او ساعات بتبقى ريزيستنت للكوليستين وحضرتك بتحط ميرونام وكوليستين صح كده وبتحط ميرلم على هاي دوز عن 40 فرضا ان الشخص ده الطفل ده يقرب لك وحبيبك هل انت ممكن تخلي الميرلم على 80 ما هو اصل حبيبي طب ما هو هي كمان ما هي تمام يبقى انا البي اي بي ما هو حبيبي ما انا مش عايز يموت هخلي البي اي بي 50 تمام ما هي تمام طب نفس الفكره تمام الدرايفنج بريشر يعني الفرق من الاخر كده ما بين البي بلاتو من البي اي بي والبي يبقى 15 14 ل 15 تمام ده اللي هيحافظ ان يبقى يحصل اللانج ريكروتمنت وتتحول اللانج من هنا اللي هي سيمي كولابس تقريبا لغايه اما تحصل لها بعد الريكروتمنت بصوا بعد ما طلعت خطوه واحده بصوا الى حد ما كويس عشان ما اعطلش حضراتكم كلمه ريكروتمنت يعني ايه عشان اخش الموضوع بتاع تقريبا الكورس ده كلمه ريكروتمنت يعني ايه يعني توظيف تمام يا جماعه الريكروتمنت دي بيوظفونا لما بتاع ده يقول لك احنا في شركه لا احنا بنوظف الرئه تبقى معرفه احسن في احسن ما يكون بنستخدمها في امتى هل كل العيان ده بيحتاج ريكروتمنت لا الحالات اللي فيها سيفير هايبوكسيا وهي ريستريكتيف لانج ديزيز ما حدش يجي عيان كاردياك وعنده هارت فيلير ويقول لك اصل هو انا هعمل للعيان ده ريكروتمنت الله يرحمه لا العيان ده بيبقى لانج باثولوجي تمام مشكلته زي ما حضرتك قلت يا فندم الكارديوفاسكولار تمام وانكريز انتر كانتنشن فالعيان ده لو بوليتروما ساعات العيانين بيبقوا لانج كونتيوجن بقى بوليتروما ولانج كونتيوجن عندهم انترا كرينيال سمثينج يعني مش احسن حاجه ان احنا نعمل في خمس طرق لللانج ريكروتمنت بس من الاخر احنا هنستخدم واحده من الاثنين دول تمام يا ستير كيس يعني بنطلع واحده ستير كيس بنطلع واحده يا اما سستيند انفليشن ده بعد ما بنعملها تمام اهم ثري سلايدز لا مش ده ده ولد عمره شهرين وزنه 5 كيلو عنده فيرال نمونيا تقريبا احنا كلنا عندنا العيان ده كلنا في رعايتنا او حضاناتنا عندنا العيان ده الانيشال سيتنجز طبعا مصيبه سودا الانيشال سيتنجز تمام هو ريت 60 ماشي معلش كتير شويه بس اوكي بي اي بي 25 وبيب 6 ما اسمعش الكلام احنا قلنا الفرق بينهم ب 10 سوري 14 ل 15 فرق كبير من 25 ل 6 19 تمام طيب الاف اي 2 80% والتايدل فوليوم كام؟ التايدل فوليوم طبعا هو اللي محقق التايدل فوليوم كام؟ 5.5 ده وهو وزنه 5 كيلو يعني تقريبا على 1 سي بير كي جي ضعيف قوي تمام الكومبلاينس في الارض 2 تمام ده عامل لي بقى ايه؟ عامل لي فايتال ساينز عامله ازاي؟ الساتوريشن الحمد لله 73 الهارت ريت 170 الريسبيرتوري ريت 77 التمبرتشر 37 البلاد بريشر 110 على 50 والكابيلاري فيلر تايم 2 يعني من الاخر الريسبيرتوري فيلر كاملا تمام وسيفير هايبوكس طيب يلا ابتدى نبدا اول حاجه ان احنا قررنا ان احنا نعمل العيان ده ايه؟ ريكروتمنت اول حاجه لازم اظبط العيان ما قبل الريكروتمنت تمام فالبي اي بي 25 على 6 ده كارثه تمام انا لازم اظبطها يبقى الفرق 15 زي ما اتفقنا يبقى 25 على 10 احط اوبتيمم بي تمام وان كان مش ده احسن حاجه بس انا عايز اوصل يعني تمام اف اي 2 مش مشكله 100% في روايل وبعدين ده خلى الساتوريشن بتاعي 89 طيب ماشي يلا نبدا بقى تمام هعمل ايه من الاخر كده كل دقيقتين برفع البي اي بي والبيب واحد وفي اماكن كاتبه 2 وفي اماكن بتقول لك لا ارفع البيب بس الكلام ده لا كمان اماكن اللي كاتبه ارفع البيب بس خلي بالك هو حاطط العين على فوليوم كنترول انا ما بعملش فوليوم كنترول او بعمل يا فندم حضرتك رائع اعمل على فوليوم كنترول قبل ما ترفع البيب بس لكن مش معقول يعني انت حاطط بي اي بي هنا 25 على 10 هعرف خلي 25 على 11 25 على 12 بعد شويه 25 على 20 ما هاد تمام يعني يا ترفع الاثنين يا تقلبه تايدل فوليوم اوكي وارفع البيب بس تمام وبعدين تبدا الريكروتمنت وبعدين تبدا الريكروتمنت تمام انت بادئ بالساتوريشن 89 او 90 المفروض هيعلى معاك 93
95 وبعدين يبقى اوفر او هايبر ديستندد كل دقيقتين بقى على 1 1 1 1 تمام لغايه 93 اقول خلاص سوري 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 انزل تاني لغايه ما يبدا ينزل تاني واعمل الخطوه اللي همشي بيها تاني يلا بالترتيب كده احنا فضلنا نرفع نرفع لغايه اما الحمد لله وصلنا البي اي بي 30 وبي 10 و 15 سوري بقى بقى ازيد بتدريج الساتوريشن ساعتها 95 طب الحمد لله الدنيا كده معقوله لما رفعنا لغايه 94 هو ينفع ارفع لبي 19 يا جماعه انا ما مشيتش وسبت الرعايه انا واقف قدام العيان انا مش كده خلاص الحمد لله 34 على 19 تمام الحمد لله العيان ساتوريشن اهو بقى قدامك اهو 92 فلاي عايز حاجه لا انا بعمل مانوفر لغايه ما اوصل للنقطه اللي انا عاوزها تمام ف 19 طبعا مش رقم يعني طيب خالص يعني لكن مبدئيا بوصل لبي 19 تمام بدا العين دي ساتوريت تاني لو تقريبا انا عرفت الابر انفليكشن بوينت دي اللحظه اللي عندها خلي بالك هو هيفرع كمان شويه تمام فارجع انزل تاني واحد في واحد او اتنين في اتنين خطوه خطوه لغايه اما يبدا يبقى طبعا الساتوريشن هيتحسن تاني وبعدين يبدا ينزل تاني عند 20 على 5 خلي بالكوا انا كنت بادئ كام 25 على 10 تمام وساتوريشن 89 هنا 20 على 5 دي سيتنج طيبه قوي 20 على 5 دي وساتوريشن كام 92 انا عرفت كده ان انا اللور انفليكشن بوينت الحته اللي هيبقى فيها كولابس 20 على كام 5 خطوه فوق بقى 2 فوق الاثنين دول تمام بس خلي بالكوا عشان انا اول واحد بنسى الخطوه اللي جايه دي اطلع للماكسيمم لمده بالظبط 40 ثانيه الماكسيمم اللي انت كنت عارف عامل عندها اوفر انفليكشن بوينت 34 19 دي لمده 40 ثانيه ده بقى النوع الثاني ده اللي كنا قاعدين نرغي فيه ده اسمه الستير كيس النوع الثاني اللي هو سستيند انفليشن تمام 40 ثانيه بالظبط وبعدين انزل على الرقم اللي انت اتفقت عليه لو الاف اي 2 هسيبه متعلق كده يا عم خد نفسك انت خد نفسك ما انت بقالك ساعتين قاعد تمحمط في الوادي خد نفسك وبعدين اسحب الاف اي 2 واحده واحده تمام طبعا الاف اي 2 دي كارثه فهننزل بيه بس واحده واحده كمان شويه ببساطه اهو لو حضرتكم بصه سريعه كده بصوا احنا بدانا منين احنا بدانا هنا الدرايفنج بريشر اهو تمام كده عامل لي تايدل فوليوم اهو تمام شوفوا بعد الريكروتمنت ابتدى التايدل فوليوم فين يبقى انا بدات رجعت تقريبا نفس البريشرز بس مديها تايدل فوليوم ايه محترم دي الصوره برضو اللي اكيد بتشوفوها ده بي ب 20 بس ده اب ان ادلت بي ب 20 وبي سوري بي ب 20 بيفور ريكروتمنت وافتر ريكروتمنت 25 بيفور ريكروتمنت وافتر ريكروتمنت اذا هي دي بتحسن موضوع الجامعه بسرعه عشان خاطر انا فاضل لي 17 ثانيه ودقيقه مش كده 17 ثانيه او دقيقتين 17 ثانيه ودقيقتين الهاي فريكونسي بس انا الفكره كلها في الهاي فريكونسي من غير تخش التفاصيل لان الهاي فريكونسي عايز شرح وموجود بتاع ده وانا حاطط هنا خناقه في خناقه كبيره انا شخصيا ما بحبش الهاي فريكونسي بس انا عارف اساتذتي انا اسف اساتذتي هياكلوني لكن في عليه خناقات رهيبه الهاي فريكونسي تمام انا بس عايز اقول الفكره الفكره كلها بس ايه فكره الهاي فريكوانسي يا جماعه هو مش احنا اتفقنا ان احنا هنحط هنا البي اباف ذا لوور انفليكشن بوينت والبي اي بي كمان بالمره بلو ذا ابر انفليكشن بوينت من الاخر كده ان انا احاول ابقى في السيف زون طب اوكي انا هحط لك نقطه في النص سميتها ايه سميتها ماب هي بيني وبينك هي البي بس هو مسميها حماده هو حط يعني هو مسميها ماب هو حط بس هي البي تمام طب اوكي انا دخلت بيب وبعدين فين بتاع يروح عامل لك اهتزازات حواليه مسميها امبليتيود او فريكونسي تمام اهتزازات حواليه فوق وتحت تقوم العيان يقدر يعمل ساعتها الاكستشينج بتاع سي او 2 دي الفكره تمام ما علينا هيشتغل ازاي في هاي فريكونسي محتاجين ساعتين ولا حاجه نقعد نشرح فيه بس هو دي فكرته بكل بساطه تمام بدل ما احط لك نقطتين انا مش اظبط دي تبص دي اظبط دي تبص دي انا احط نقطه واحده وخلاص تمام طيب انا هنط على نقطه واحده بس انا خلصت انا فاضل لي يعني دي فيها رغي شويه معلش انا اسف نقطه واحده ده الكوكرين طبعا دي ادلت بيبر ستدي وطبعا بريكومند اجينست خالص ستدي دي بتاع ده دي مش ار سي تي سيستماتيك ريفيو من كوكرين لايبراري في الهاي فريكونسي فيرسس الكونفشن بس في الادلت وطبعا الادلت بيشتموا فيه شتيمه رهيبه وهقول لكم ليه احنا هنا في مصر بنحبه لان نقطه مهمه جدا مش عارف حضراتكم برضو حساسيتي لو تصلحوا لي انا شايف دي وجهه نظري ليه احنا هنا في مصر بنحبه اكتر برضو هنا في جاما بيدياتريكس الكومباريزون ما بين الاثنين في البيدياتريك وبرضو بيريكومند اجنسه شايف ان هو ما عملش حاجه فرق تمام على الرغم من ان هنا في تايلاند تمام في تايلاند كومباريزون ما بينهم عامل ار سي تي تمام لا شايف ان هو بالعكس جايب نتائج رائعه
في بنها عاملين مين بنها؟ ده في النيونيتس في الميكونيوم اسبريشن عاملين بيبر فوق رائعه 20 هو يا احمد نيونيتال مون هو لايف يس نيونيتال استلفناه منهم في البيدياتريكس اللي سن معلم بالظبط الاطفال الصغير تمام هو الادلت هو فاشل فاشل تمام الفكره في النيونيتال هو رائع وجايب نتائج رائعه بعد 48 ساعه الفي تو بينزل ولينس اوف ستي والديوريشن اوف اوكسجين دكتور احمد رزق في 2022 عامل على البيدياتريكس ولما دخلت شفت البيبر دي وهو قايل ان هي احسن كتير البيبر دي معمول على 50 عيان مقارن الايرلي فيرسس ليت او حاجه اسمها ريسكيو هاي فريكوانسي شايف ان كل ما تبقى ايرلي كل ما يبقى احسن بس هو عاملها على مين بقى ما هو دي بقى دي نهايه خلاص ثانك يو خلاص هو الفكره كلها دكتور احمد عاملها على مين عاملها على المين المين ايج ما بينهم الاثنين اباوت 14 شهر فانت بتتكلم في سنه و كم شهر تمام فاحنا طول ما احنا في الانفانسي انا شايف ان هو له ممكن له الابر هاند لكن ناحيه الادوليسنس والادلتس الى حد ما مش احسن حاجه شكرا لحضرتك